عندنا جولة حول غلاء المهور يعني بالوقت الحالي، أنت شنو رأيك بهذا الموضوع؟ والله هو هذا مو شرطك وكيفهم، أكو واحد أخذ 3 ملايين، أكو واحد 4 ملايين، كم من كيف؟ طيب أنتوا بالبيت يعني أنت أكيد والد عندك بنات؟ نعم عندي بنات. إيش قد طلبت عليهم؟ 2.5 و2.5 حاضر و2.5 غايب. طيب هاي حسب الوقت الحالي لو سابقا؟ هسه أشتغل سنتين. والله رأيي شو بخصوص غلاء المهور، كلنا نعرف إنه اللي جاي يصير هسه حاليا مو طبيعي، يعني باختصار خلينا نقول 5 بـ5 وراها يجي ذهب وراها صرفيات وغيره وغيره، راح يكمل على الشخص انه 15 مليون بكل بساطة. يعني بالنسبة لي انا كدخل يومي يعني ما اقدر اجيب هيك مبلغ ببساطة، يعني يراد لي فت 5 سنين على الاقل حتى اجمع هيك مبلغ. فانا هم كشاب مقبل على زواج حاليا وجوز خطوبتي بعد سنة، فحاليا انا صفر ما عندي اي شيء، يعني شلون راح اخطب هاي المرة؟ والله هسه الاسعار كلها غالية، او الاشياء اللي نطلبها للعروسه همينه غاليه، فالمهر اكيد يكون غالي. فهسه اذا تقدم لي احد بناتي اطلب عليه فد 10 هيك. طيب يعني تعتبرين انه 10 مبلغ كلش كافي؟ كافي يعني مقدمه لو اكتب لها يعني بالمؤخره 15، لان هسه يعني الرجل ما يقدر يدبر اكثر من هذا المبلغ للزواج، فيصير عائق امام اذا نطلب اكثر. طيب انت ايش قد كان مهرك؟ أنا والله بوقتها 200. بأي سنة هاي؟ بال2003. اليوم عندنا جولة حول غلاء المهور، شنو رأيك بهالموضوع؟ والله أنا أقول على غلاء المهور، هو الرجل إذا يريد يختار مرة أكيد يختارها مفروض مستواه، مجبور أن يختار وحدة يعني بنية من عائلة يعني غنية، نقول إذا هو إنسان بسيط على قد حاله يختار بنية بسيط على قد حاله على مدى الطلب، طلباتهم قليلة. بس إذا بنية مستواها واصلة وحالة المادية عند أهلها عايشة عيشة، فلذلك لازم أن يختارها رجال يعني حالة المادية نفس عيشة أهلها يعني الصدق. بس أقول أن المهور يعني هي مو شرط المهر والغلا، وهاي الإنسان أهم شيء هو بأخلاقه. والله شوفه أوفر شوي، يعني يطلبونه هواي 10 15 20، إحنا ما نطلب البيت يعني هواي. يعني إيش قد تطلبون بالبيت؟ أقل أكثر شيء يعني 5 4. إيه والله المبلغ المناسب حقيقة هو لازم يكون اتفاق بين الطرفين بقدرة إمكانية الزوج، أنا الولد الشاب اللي يريد يتزوج عنده القدرة الكافية للزواج حقيقة. صحيح أكو عنده وراء مثلا نقول أهل أو مثلا أحد يسنده، أو نقول مثلا ما عنده شيء، فالمفروض يكون مناسب له أنه قدر طاقته قدر يعني اللي يقدر عليه هو، ونسهل أمرهم بهاي المسائل، نستغنى عن بعض الأمور يعني. اليوم الجولة على غلاء المهور، رأيك أنت بهذا الموضوع؟ والله بالنسبة لغلاء المهور هي تختلف من وضع إلى وضع، خاصة بهذا وقتنا، وقت وضعية العراق، وضعية الطبقة الكادحة، زين طبقة الموظفين، يعني هي نسب يعني مو كلها سوية، تختلف من وضع إلى وضع. هذا المتمكن يعني الشغلة مثل ما نقول الدارجة هسه حاليا يعني تتراوح من 5 إلى 10 إلى 15 حسب إمكانية الطالب يعني.